كان بنتكلم في 10 ألقاب مقابل 3 ألقاب. مش بس كده، أنت بتتكلم كمان لو أنت بلغة الأرقام حامل اللقب للموسم اللي فات. هل الكلام ده بيفرق ولا الموضوع ملوش علاقة وكل موسم مختلف تماما عن الموسم اللي قبله؟ خلينا نبدأ من النقطة دي. خلينا نقول اكيد مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي. كنا نتمنى طبعا ان احنا يعني النادي الاهلي يفوز بهدفين، كانت تفرق كتير جدا. وبرده يعني كان في نظره كده يعني عدم تفاؤل شويه بعد الهدف اللي احرزه الوداد. وغير كتير يعني الوداد كان مطالب ان هو لو انت لو فزتي هدفين كان مطالب بالثلاث اهداف هناك، فكانت الامور هتبقى صعبه جدا. ولكن كلنا ثقه بلاعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي خبرات كبيره جدا، اتعودوا على مثل هذه الاجواء مش اول مره. في اخر من 2017 النادي الاهلي وصل 5 مرات للنهائي دوري ابطال افريقيا، حصل على البطوله 10 مرات، وصل للنهائي 15 مره في تاريخه. فده كله بانجازات بيحققها النادي الاهلي خلال الفترات الماضيه. لعيبه الاهلي عندها خبرات كبيره جدا، كولر مدرب كوف قدر يتعامل، بيقدر يتعامل في الماتشات الصعبه دي، وده شفناه في عدد كبير من المباريات، قدر يحصل على طلب بطولات مع النادي الاهلي رغم ان هو تولى المهمه منذ فتره بسيطه. فبالتالي دي كلها امور ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يتغلب. ولكن هنقسم المباراه لاجزاء، لابد من المحافظه على شباك الاهلي نظيفه في الربع ساعه الاولاني. اكيد هيبقى فيه هجوم كبير جدا من نادي الوداد على النادي الاهلي، عاوز يحرز هدف. كمان هتبقى البدايه قويه جدا جدا جدا، فيلعب ان هو يحرز هدف في النادي الاهلي في بدايه المباراه عفوا. فبالتالي هتبقى الامور صعبه جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير، فريق تعرض لضغوط قبل كده مثل هذه الضغوط، والجماهير ناس كتير بتشوف الجماهير في ضد صالح النادي الاهلي. لا، هي مش ضد النادي الاهلي. اللعيبه اللي موجوده عندنا 9 لعيبه موجوده دلوقتي، لعيبه منتخب، يمكن المنتخب اعلن عن 8 واضاف احمد عبد القادر، فده بياكد مدى قوه النادي الاهلي ان 9 لعيبه موجودين في النادي الاهلي في المنتخب، بياكد قوه النادي الاهلي. نقسم واتمنى من لعيبه النادي الاهلي ان هم يستغلوا انصاف الفرص، مهم جدا جدا الفرصه في المباراه الصعبه دي ممكن ما تعوضش. لو ربنا كرمنا واحرزنا هدف مبكر اعتقد هيصعب الامور جدا 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 على نادي الوداد. هيصعب الامور على الوداد ولا هيخلي الاهلي يريح شويه؟ لا خالص. مريح دي من وجهه نظرك لا يعني. لا لو هيريح دي اللعيب اللي ما عندوش شغل يعني. لا مفيش اطمئنان في المباراه دي، مفيش اطمئنان. صحيح طبعا، الخبرات الكبيره في الماتشات الصعبه دي غير متوقعه. صحيح. فبالتالي هيلعب من التركيز من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. واعتقد زي ما بقول لك كده، لو النادي الاهلي قدر يحرز هدف في بدايه الشوط الاولاني اعتقد ده هتصعب الامور جدا على نادي الوداد. اكيد.